السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم المدرس صالح الحديث. اليوم لدينا ثلاثة أفعال، هما أفعال النظر. قد تظن أنهما نفس الشيء أو نفس المعنى، لكن لا، يوجد اختلاف كبير بينهما، وهذا ما يجعلك أو يجعلنا نستخدمها ونستخدم كل كلمة من هذه الكلمات أو أفعال النظر في جمل مختلفة أو في سياقات مختلفة. لدينا ثلاثة أفعال في اللغة الإنجليزية هي النظر. هي أول فعل لدينا مثلا look، number two see يرى، watch or watch يشاهد أو يرى. هذه ثلاثة أفعال، ثلاثة أفعال هي أفعال النظر، تمام؟ لكن يوجد اختلاف كبير في المعنى. look بمعنى انظر أو ينظر، تمام؟ سي بمعنى يرى، واتش بمعنى يشاهد. هذا من ناحية الترجمة إلى اللغة العربية. لوك ماذا؟ كيف نستخدمه بالشكل الصحيح؟ هو سي وواتش. لوك هو النظر إلى شيء ما بقصد، هو أن تنظر إلى شيء ما بقصد وتعمد. إذا هنا في قصد أو تعمد في النظر إلى شيء ما، تمام؟ إذا هنا هذا شيء أن تنظر إليه بشكل مقصود وبشكل متعمد، تمام؟ أما الفعل سي هو النظر إلى شيء ما عينك وقعت عليه صدفة، يعني بدون قصد. إذا هنا بدون قصد، بدون قصد، تمام؟ أو بنقول صدفة، يعني أنت مثلا في الغرفة رأيت قطة أو في سيارة رأيت قطة، أنت هي أجبرتك أنه تنظر عليها، أو سمعت صوت طائرة أنت تنظر إليها، تمام؟ هي لفتت انتباهك للنظر إليها. أما watch هو النظر إلى شيء ما لفترة من الوقت، فترة long period of time، فترة من الوقت. example يعني هو يشاهد الفيلم، he is watching a movie، هو يشاهد الفيلم، هو ينظر إلى التلفاز لفترة طويلة من الوقت. إذا هذا هو الفرق بين ثلاثة أفعال النظر في اللغة الإنجليزية. هسألك كل راح يكتب لي أستاذ وين الأمثلة؟ إن شاء الله الدرس القادم راح نكتب أمثلة، إن شاء الله 10 أمثلة ونطبق. هل نستخدم سي ولا نستخدم لوك ولا نستخدم واتش؟ هنشوف ذلك في الدرس القادم. أما أكرر، الفرق بينه لوك هو النظر إلى شيء ما متعمد أو مقصود. أنت مثلا أحضرت هدية، انظر إلى هذه الهدية، أو انظر إلى أنها تمطر، أنت عم تلفت أن تنظر إلى المطر بشكل متعمد أو مقصود. سي يرى، أنا رأيت قطة في سيارتي، القطة هي اللي جلبت لفتت انتباهي ورأيتها صدفة بدون قصد، تمام؟ أما واتش هو النظر إلى شيء ما لفترة طويلة من الوقت. هذا هو الفرق من ناحية المعنى. في الدرس القادم غدا بإذن الله تعالى سوف نكتب عدة أمثلة، هل نستخدم سي ولا لوك ولا واتش. سي يو إن شاء الله، good luck، ولا تنسونا من صالح دعائكم. كان معكم المدرس صالح الحاج عيسى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.